عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. دائما 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 القرآن يركز على النفس، ركز على نفسك، ركز على نفسك، ركز على نفسك. تشوف اللي حواليك كلهم، كيف تعرف الشخص مركز على نفسه ولا لا؟ شوفه دائما، إذا الشخص شفته يشتكي، يشتكي من الآخر، يشتكي من العلاقات، من الأحداث، من الأشياء، دائما هذا ما مركز على نفسه، مركز على الشيء الخارجي، مركز على الآخرين. هذا طبعا دائما في حالة معاناة وفي حالة شكوى وفي حالة دور الضحية، دور الضحية دائما. الآخر هو السبب، الآخر الشيء الخارجي هي الأسباب. لكن الله سبحانه وتعالى يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أنت في طريق الهداية وفي طريق الأفكار اللي نحن تكلمنا عنها قبل، كيف تبني المعتقدات الإيجابية، فأنت عليك في نفسك. ولا يضركم من ضل، هذا نقطة جدا مهمة جدا ألفت نظرك إليها، لا يضركم من ضل. البعض إن الضرر من الخارج لن يأتيك إذا أنت كنت مركز على نفسك. الضرر من الخارج لن يحدث، لن يأتيك، وما حد يقدر يصيبك بضرر. إذا جاك ضرر من الخارج فاعلم أن في شيء في الداخل لازم تعدل فيه، لازم تشتغل عليه. إذا ضرر الآخر وصل إليك أنت، فأنت معناته لازم تشتغل على داخلك، وهذا الداخل قد تكون فكرة مثل ما قلنا، أو معلومة يجب تعديلها أو استبدالها أو إضافة معلومة تخدم